عليكم. اليوم نروحوا الى مدينه وهران، واللي تعرف طفره عمرانيه غير مسبوقه، خاصه على مستوى منطقه بيرجير اللي فيها زوج شوارع كبيره جدا، شارع ميلينيوم اللي تم تغيير اسمه اللي اصبح شارع كوبا، وكذلك الشارع الاسود، وين اليوم نتكلموا على اقامه رائعه تم إنشاؤها على شارع الأسود أيضا، واللي تم يعني الأشغال بها. خليكم تتابعوا هذا الفيديو حول هذه الإقامة اللي تنضاف إلى الإقامات الموجودة حاليا على طول الشارع اللي يبلغ حوالي 1.5 كيلومتر. نخليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم.